عز وجل بعرض الأوراق العلمية لهذه الجلسة المباركة، وخير ما نبدأ به المشاركة المتميزة لفضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود علي مصلح السرطاوي، والأستاذ الدكتور محمود السرطاوي حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر سنة 1976، تقلد مناصب عديدة من أهمها عمادة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وهو عضو مجلس إفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وله مؤلفات كثيرة من أبرزها شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، الضوابط المعيارية في المؤسسات المالية والإسلامية، قضايا طبية معاصرة، التحكيم في الشريعة الإسلامية، وله بحوث محكمة قيمة. وسيقدم لنا فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي ورقة بعنوان التجديد في الدراسات الإسلامية، الفقه وأصوله والسياسة الشرعية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين بالعراق، هذه الهيئة المجاهدة المرابطة التي تدافع عن شرع الله تبارك وتعالى، وتقوم بتنظيم المؤتمرات، ومنها هذا المؤتمر الخير الذي لا يقدم العراق وحده، وإنما يقدم الأمة الإسلامية والمعاهد الشرعية، ويعمل على تكوين البنية الفردية والإنسان المسلم الذي يستطيع عندئذ أن يحيا حياة إسلامية تنتشر آثارها في المجتمع المسلم. ووجه شكري أيضا لكم إخواني على صبركم علينا في هذه الفترة التي أتولى فيها بيان موضوعي المتعلق بالتجديد في الدراسات الإسلامية في حقل الفقه وأصوله والسياسة الشرعية. من منطلق الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب تجاه الأجيال وحفاظاً على القيم الإسلامية، ومن أجل العمل على تمهيد الطريق لتطبيق التشريع الإسلامي في حياة الفرد وفي المجتمعات، تنادى الخيرون من أهل العلم لبحث موضوع تجديد الدراسات الإسلامية، وتأتي جهود العلماء الباحثين في هذا المؤتمر والقائمين على تنظيمه لينضم إلى الجهود السابقة في هذا المجال، فجزاهم الله خير الجزاء على ما بذلوا ويبذلون من خدمة هذا الدين وعودة الأمة إلى أصالتها وقيمها وتحكيم شريعة ربها. جاء البحث تحت العناوين التالية: مفهوم التجديد في اللغة والاصطلاح، مقتضيات التجديد ومشروعيته وحكمه وضوابط التجديد، ثم انتهيت إلى جانب تطبيقي متعلق ببيان بعض المسائل، وفي اخترت من المسائل مسائل متعلقة بالزكاة، وأخرى بالأسرة، وثالثة بالعلاقات الدولية. لا أريد أن أستعرض جميع ما يتعلق بمفهوم التجديد، ولكن أريد أن أتحدث عما خلصت إليه من مفهوم التجديد في الدراسات الإسلامية
في حقل الفقه وأصوله والسياسة الشرعية والمقصودة بهذه الدراسة. في رأيي أنه إعادة بناء منظومة الأحكام التشريعية العملية بناءً تراكمياً، وهنا أقصد بناءً تراكمياً على الموروث بعد تنقيته مما علق به من تعصب مذهبي ومن الأحكام المبنية على أعراف وعادات كان لها اعتبارها في زمن أئمة الاجتهاد وتغيرت بتغير الزمان أو المكان أو الأعراف أو العادات، وتنقيته من الأحكام التي بنيت على الظن والتخمين ثم قال العلم كلمته فيها، وتنقيته أيضا من المصطلحات التي لها أثر في ضبط بناء الحكم الشرعي ثم تغيرت بتغير الظروف الزمانية أو المكانية، والعمل على ربط الأحكام بعللها ومقاصد الشارع فيها والنظر في المآلات عند تقرير الحكم الشرعي وفهم الحكم الجزئي في ضوء كليات التشريع والتركيز على كليات التشريع وقواعده العامة والنظريات الفقهية وترتيب أولوياته والنظر فيما استجد من قضايا معاصرة وبيان الحكم الشرعي فيها وفق الأصول الاجتهادية المقررة عند علماء السلف وتدريب الدارسين على أساليب البحث العلمي وقواعد المناظرة واحترام الرأي الآخر. ولما كنا في عصر التكنولوجيا والسرعة فإنه ينبغي الاستفادة من التقانة العلمية في إعداد الكتب الدراسية والأبحاث العلمية من حيث المضمون والأسلوب والإخراج من غير إطالة مملة أو اختصار مخل. ومما ينبغي الإشارة إليه الترابط الوثيق بين علوم الشريعة مع بعضها من جانب وترابطها مع اللغة العربية من جانب آخر. اليوم الكثير من كليات الشريعة تأتي إلى الطالب منذ البداية وهو يحمل الشهادة الثانوية فيدخل فيكون تخصص أصول دين أو تخصص فقه أو إلى آخره، فلا يعرف طالب الذي يدرس أصول الدين في التفسير لا يعرف شيئا عن الفقه، والذي يدرس الفقه لا يعرف شيئا عن التفسير ولا عن الحديث ولا عن العقيدة، ويقول لك أنا هذا تخصصي. وهذا ولهذا العلوم الشرعية مترابطة، ينبغي أن تكون مترابطة، لا يجوز لطالب العلم الشرعي إلا أن يكون له إلمام جيد، وليس مجرد أن يدرس علوم الحديث أو علوم القرآن فقط، إلمام جيد بسائر علوم التشريع لأنها مترابطة مع بعضها البعض. والقضية المهمة أيضا التي يريد الإشارة إليها وترابطها مع اللغة العربية من جانب آخر، فاللغة وعاء الشريعة، وإذا انكسر الوعاء اندلق ما فيه، فلا اجتهاد ولا استنباط ولا تجديد بدون إتقان اللغة العربية، ولا يتحقق المراد بدون معرفة لقواعد كل علم من علوم الشريعة. هذا بالإضافة إلى أن من مقتضيات التجديد كما سيأتي معرفة قدر من العلوم ذات الصلة بموضوع المسائل الاجتهادية، نعم كعلم الاجتماع والاقتصاد والعلاقات الدولية والنظام الدولي ومؤسساته. أنا لا أدري كيف يمكن أن يتكلم إنسان في مفهوم الربا مثلا دون أن يعرف السياسة النقدية، ما معنى النقد والسياسة النقدية في هذا المجال، يعني يكون مستغربا كيف يمكن أن يتم هذا. الموضوع الآخر مقتضيات التجديد، ما هي الأمور التي يعني توجب علينا التجديد؟ أولاً أحددها في النقاط التالية: أولاً المحافظة على الهوية الإسلامية للفرد وللمجتمعات المسلمة، حيث أصبح الشباب المسلم بعيداً عن الثقافة الإسلامية في جوانبها المتعددة دون تفصيل، سواء كان من عبادات، معاملات، إلى آخره، أسرة، حقوق، تجد أن شبابنا لا يعرفون شيئاً، وبالتالي لابد من أن نبسط لهم المعلومات وأن نشرح لهم هذه الأمور حتى نحافظ على الهوية الإسلامية، سواء كان ذلك للفرد أو للمجتمع المسلم. الثاني، تدافع الثقافات المتعددة والمتباينة في عصر الاتصالات التكنولوجية، مما يوجب العمل على نشر الثقافة الإسلامية بعامة وفي مجال التشريع خاصة، لدفع الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام
وللإجابة على ما يتوهمه بعضهم تثبيتا للعقيدة. ثالثا، التوطئة لتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، ولا يتحقق ذلك مع الغربة عن فهم التشريع. يعني إحنا بننادي الشريعة الإسلامية هي الحل، وشبابنا لا يعرفون ما هي الشريعة الإسلامية، ولم نبسط هذه المفاهيم. يفهمون أن الشريعة الإسلامية قطع الأيدي البعض، وهي ليست الأمور كذلك، ليست الأمور على هذا المعنى الذي يفهمونه. هذا شطر للتشريع الإسلامي، وبالتالي لابد إذا أردنا أن نمهد لتطبيق التشريع الإسلامي، وأيضا أن ننادي بالأسلوب الذي يسمونه الديمقراطي أو ما شابه ذلك، لابد عندئذ من التوطئة و يعني إزالة الغربة التي يعني يكون فيها شبابنا، الشباب المسلم في هذا المجال، وبيان سهولة التطبيق. بفكروا أنه بس إحنا نقيم الإسلام يعني أن نطبق، لا، ليس كذلك، ليس كذلك. المجال طبعا هو مجال لبحث وإرشاد وإلى آخره، والتيقن بأن السعادة في الدنيا والآخرة تكمن في العيش في ظل التشريع الإسلامي، حيث العدالة والمساواة والرحمة والتسامح والتكافل والتعاون على الخير والفضيلة في بوتقة واحدة تحقق وحدة الصف في المجتمع بين المسلمين وغير المسلمين، تطبيقا للقاعدة الذهبية: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الأمر الآخر، إيجاد الحلول المستمدة من أصول التشريع الإسلامي والمتوائمة مع مقاصد التشريع في القضايا المستجدة. الأمر الآخر، مواكبة البناء والتطور الحضاري في المجتمعات الإسلامية في مجالات الاقتصاد والطب والصناعة والمحافظة على البيئة والعلاقات الدولية والتفاعل مع القضايا الإنسانية بالدعوة لاستثمار الكنوز التي ادخرها الله تعالى في الأرض وفي السماء، ومحاربة الفقر والبطالة والجهل والأمراض والأوبئة، والدعوة إلى الحرية المسؤولة في الرأي والعقيدة، تطبيقا لقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأمر الآخر، تعزيز مبدأ الاعتدال والتسامح وعدم التطرف الذي يقوم عليه الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية. تعزيز مبدأ الإسلام يقوم على فكر مبدأ العدالة والتسامح وعدم التطرف، وفي نفوس الأجيال، والتمييز بين الجهاد دفاعا عن الأوطان وعن القيم الإسلامية وثوابته وعن مقدسات المسلمين ضد المعتدين عليها، وبين حقيقة الإرهاب الذي منشأه العنصرية البغيضة وحب السيطرة على الأرض والممتلكات والأموال والاستبداد بها. أمر آخر، توظيف تكنولوجيا الاتصالات والتقانة العلمية المتطورة لتناول المعلومات الشرعية من مصادرها الأصلية بسهولة ويسر، والاستفادة منها في البحث العلمي. استغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب وسائر فئات المجتمع في المجال العلمي وفي البناء الحضاري، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. القدرة، وهذا وأقصد كل كلمة في هذا الموضوع، القدرة على الموازنة بين العالم والوطني، وبين الكل والجزئي، وبين التقليد والحداثة، وبين الروحي والمادي، وبين الإجابة على المشكلات الفورية قصيرة الأمد، حتى لا تكون القيادة الإسلامية منصاعة إلى متطلبات شعبية. والكثير أحياناً تجد أن القيادات الإسلامية تنصاع إلى متطلبات شعبية، متطلبات آنية. الأصل في القيادة يجب أن نفرق بين الإجابة على المشكلات الفورية قصيرة الأجل، وبين التخطيط الهادف لحل مشكلات الأجيال في المستقبل طويل الأجل. الأمر الآخر، كل هذه التحديات تحتم علينا تمكين أبناء الأمة الإسلامية من العيش في القرن الحادي والعشرين، وهم مسلحون بلغة العصر ومفاهيمه وآلياته بالقدر الذي يؤهلهم للتعامل الجيد مع آلية العصر واحترام الوقت واستثماره والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة. أما مشروعية التجديد فألخصها في التالي، وهي أن التجديد
ببيان الأحكام المستجدة والضرورية لمعاش الناس يعتبر من الأحكام الكفائية الوجوبية، كما أن تنقية الأحكام الفقهية من البدع المحرمة واجب كفائي، والعمل بما يقتضيه العلم التطبيق القطعي من الواجبات الشرعية الكفائية أيضاً، وكذلك الأمر في رد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام، كما أن توفير الوسائل التقنية وتعليم الدارسين حين استخدامها والتعامل معها في عصرنا من الواجبات الكفائية أيضاً. ومن المعلوم أن الواجب الكفائي تأثم الأمة بعدم قيامها به لما يترتب على عدم تحققه من أضرار بالغة الخطورة على الأمة بأسرها، وعلى أولي الأمر أن يعملوا جهدهم بالتخطيط والتنفيذ لتحقيق الواجبات الكفائية. أما ضوابط التجديد فألخصها في النقاط التالية: أولاً، التزام المنهج الإسلامي وعدم خلطه بمناهج أخرى، فإن من أعظم الأخطار اضطراب المنهج وعدم سلامته، وقد ضرب الله تعالى مثلاً في خطورة السير على مناهج متباينة ومتشاكسة، مما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الأمر الثاني: الالتزام في الاستدلال بما صح من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، وقد تم بفضل الله تبارك وتعالى جمع السنة وقدمتها وبيان الصحيح وبيان الأمر المنتحل، كما أنه قد تم بفضل الله تبارك وتعالى جمع فتاوى الصحابة وأقضيتهم في المسائل والحكم عليها أو على معظمها وفق قواعد علوم الحديث وعليه، فينبغي أن نتبع ما ورد عن أئمتنا إذا صح الحديث فهو مذهبي. التقعيد والتأصيل: التجديد التزام بالقواعد الفقهية الكلية وعمل بالقواعد والضوابط المتفرعة عنها وفق معايير تعمل على ضبط الموازنات بين الأحكام الجزئية والأحكام الكلية والمبادئ العامة للتشريع الإسلامي. ترتيب الأولويات فيقدم الأهم على المهم، وهكذا الجمع بين الأصالة والمعاصرة بحيث نبني على الجهود السابقة وما أبدعوه من تقعيد وتأصيل ورسم منهجية كما سبق بيانه، وفي نفس الوقت لا يجوز الانكفاء على الماضي وتقديسه ومعاملة الاجتهاد الفقهي غير المجمع عليه كنص مقدس لا يجوز إعادة النظر أو الاجتهاد فيه مرة أخرى، خصوصا عند تغير الظروف الزمانية أو المكانية أو الأعراف العامة أو الخاصة. مراعاة الثابت والمتغير مما امتاز به التشريع الإسلامي أنه تضمن أحكاما تشريعية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، وأحكاما أخرى متغيرة حسب الظروف والأحوال، فجعلها معللة تدور مع العلة، وقضايا أخرى مرسلة غاية التشريع فيها تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. سابعاً، مآلات الأحكام: من الأهمية التمييز بين الوسائل والغايات، فالأصل أن تكون الوسيلة صحيحة للوصول إلى الغاية التي قصدها الشارع، ولا يجوز استعمال وسيلة شرعية لإلغاء مقصد شرعي، فمثلاً التورق المصرفي المنظم غير جائز لأنه يفضي إلى الربا المحرم، وهكذا. الواقعية المثالية، وتعني تقرير الأحكام لمعالجة قضايا الفرد والأمة والسمو بهما إلى المثال، السمو بهما إلى المثال، نحن نريد أن نرتقي إلى المثال، ولكننا لا بد أن نتعامل مع الواقع. أولاً لا بد أن يكون التعامل وعدم تغليب المثال على الواقع. نعم، لقد دعا التشريع الإسلامي إلى السمو والرقي في التعامل، فقد دعا إلى التسامح والإحسان والعفو والصفح، والأمثلة في الإسلام كثيرة. ومن الأمور التي ينبغي على المجتهد أن يلحظها عند تنزيل الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقات البينية بين الدول في المجالات الاقتصادية على سبيل المثال الزراعية والصناعية والتجارية، واقعية حال الأمة وتحقيق مصالحها، شريطة ألا يكون ماساً بثوابت الأمة المتعلقة بعقيدتها وقيمها وأخلاقها
ومناهجها التعليمية ومقدساتها واستقلالها والمحافظة على أرضها ومواردها. تاسعاً، الإفادة من التقدم التقني العلمي في مجالاته المختلفة توفيراً للوقت والمال واستفادة من الجهد المبذول وتحفيزاً للجهد غير العامل واستعمال الأساليب التربوية المشوقة والتي تثير التفكير وتحفز على الإبداع. عاشراً، الاهتمام بالبحث العلمي والتفكير الإبداعي والتشجيع عليه عوضاً عن الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد والدعوة إلى الحفظ والتلقين التي سادت في قرون مضت وكان لها مبرراتها في زمانهم، حيث كان نظم الشعر هو خير وسيلة لحفظ العلوم نظراً لغلاء تكاليف الكتابة وعدم وجود الطباعة، ومما ينبغي التنبيه عليه أهمية الاعتماد على الفهم وليس الحفظ لتكوين ملكة فقهية عند الدارسين، وهو من أعظم خصوصيات علم الفقه. 11، الاعتناء بالتبويب والتقسيم وحسن الطباعة والإخراج. من المعلوم أن التراث الفقهي الثمين والضخم والذي يحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذه من العث والتلف والرطوبة والتآكل قد كتب باليد في ظروف خاصة من قلة الورق والحبر والاعتماد على الجهود الفردية، فكان إخراجه لا يتلائم مع معطيات العصر والحاضر الذي نحن فيه. ولذا فإنني أقترح إعادة كتابة المقررات بلغة سهلة مع دقة في التعبير وسلامة اللغة، وحتى لا يؤدي هذا إلى الانقطاع عن التعامل مع كتب التراث، وحتى يستفيد الدارس من ضبطه العبارات في تثبيت التراث والدقة في صياغة مبانيها، وللتعود على لغة سليمة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية، أن يتضمن كل مقرر دراسي من المقررات الدراسية موضوعاً أو أكثر من كتب التراث ليدرس دراسة نصية، وعلى المدرس أن يضيف إلى دراسة هذا الموضوع ما يتناسب من معطيات الواقع المعاصر. 12، الاهتمام بالمصطلحات الشرعية ذات الدلالة الشرعية والتفريق بينها وبين المصطلح العرفي المتغير بتغير الأعراف والبلدان، والتفريق بين المصطلح الشرعي الذي ورد به النص والمصطلح الفقهي الذي اقتضته ضرورة ترتيب بعض الأحكام الاجتهادية في عصر من العصور، مثل مصطلح دار الحرب ودار السلام ومصطلح العبد المدبر والجد الفاسد والعبد القن وما شابه ذلك. الاهتمام باللغة العربية، فإن معرفة قواعدها وأسرار بلاغتها ضرورية للمجتهد كضرورية معرفته للقواعد الشرعية، حيث يعتبر ذلك شرطاً من شروط الاجتهاد. التكامل المعرفي الشامل للعلوم الشرعية، العقيدة وعلوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين والفقه وعلوم أصول الفقه والسياسة الشرعية والحضارة الإسلامية، تاريخ الحضارة الإسلامية وخصوصاً في مرحلة البكالوريوس، وذلك لتحقيق إلغاء التخصص في مرحلة البكالوريوس والتمهيل في السنة الأخيرة منها إلى التخصصات العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. معرفة لغة عالمية تمكنه من الاطلاع على المعارف والعلوم، الإلمام ببعض العلوم ذات الصلة كعلم الاقتصاد والسياسة. أما من حيث التطبيق والوقت ضيق، رغم أنني يعني ربما أتيت في التطبيق على مسائل ثلاث في الزكاة، وأذكر بعض المسائل في هذه. فمثلا إذا تكلمنا عن الحق الواجب في الزكاة، ومن المعروف أن الحق الواجب في الزكاة هو ربع العشر كما يكون في زكاة التجارة، أو العشر في زكاة يعني الأراضي، ولكن ما هو المعيار عندما نريد أن نطبق هذا في الواقع؟ أرى أنه لابد من اعتبار معيارين اثنين. المعيار الأول أن هل الزكاة على رأس المال والنماء أم على رأس المال وحده؟ نلاحظ أن الزكاة في الأرض على النماء وحده وليست على رأس المال، ولهذا كانت النسبة هي العشر. ثم أن نلاحظ أمراً آخر، وهو تعرض رأس المال للمخاطرة، فإذا كان رأس المال لا يتعرض للمخاطرة ارتفع النصاب، كما في زكاة الزروع نجد أن
رأس المال وهو الأرض لا يتعرض للمخاطرة، بينما والزكاة على النماء فقط، فكانت الزكاة الواجبة هي العشر. ولهذا السبب لما نأتي فنتكلم عن زكاة العمارات التجارية ثم نقول إن زكاة العمارات التجارية ربع العشر كزكاة التجارة، طيب زكاة التجارة، التجارة فيها مخاطرة، مخاطرة على رأس المال ومخاطرة على النماء، وفي نفس الوقت أيضا نجد أن الزكاة تجب على رأس المال والنماء، فكيف عندئذ الزكاة تجب على النماء دون رأس المال؟ أي البناية العمارة لا نوجب عليها الزكاة، ثم نقول إن الزكاة فيها بنسبة ربع العشر. وهكذا لابد من، لاحظوا نقطة مهمة، أن الشارع اعتبر نسبة المخاطرة كما قلت في الأرض، واعتبرها في كل ذات روح. لماذا؟ لنسأل أنفسنا، لماذا جعل الإسلام في زكاة الحيوانات الأوقاص النسب؟ يعني 201 شاة 3 شياه، 303، 404، ثم عفو. في كل أموال الزكاة ما زاد فبحسابه، إلا فيما يتعلق بالمواشي فعندئذ جعل فيها الأوقاص، لأن نسبة المخاطرة في ذات الروح نسبة كبيرة. ولهذا لابد من أن نعيد النظر. يعني لما يأتيني بعض أهل العلم ويقول لي والله زكاة النحل زي زكاة الأرض، طيب ما هو رأس مال النحل عندئذ معرض للمخاطرة، وأنت تأخذ يعني فكيف عندئذ توجب عليه كزكاة الأرض وهو رأس المال فيه المخاطرة؟ وكذلك أيضا إذا تكلمنا على مزارع الدواجن ومزارع الأبقار وإلى آخره في هذه الأمور، لابد من اعتبار المعيارين معا وليس معيارا واحدا في هذا المجال. الأمر الآخر الذي أدعو إليه، وأنا مضطر لأنه يعني قيل لي أن الوقت يعني باقي، وأنا أرى أن هذه موضوعات ذات أهمية. الآن نتكلم عن زكاة يعني الذهب والفضة. زكاة الذهب كما تعرفون 20 مثقال، وزكاة الفضة 200 درهم. ثم أدرس الأبناء فأقول نصاب الزكاة من النقود أو للتاجر إذا بلغت إما يعني 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من فضة، أو تعني المساواة وكانت متساوية. كيف أقول هذا؟ هذا تجهيل، كأنني أريده ألا يفهم وألا يستوعب. كيف نقول أو في أمرين مختلفين؟ ولهذا تعجب شيخنا الشيخ القرضاوي يعني مد الله تبارك وتعالى في عمره، وقال كيف لابد من أن نوجد معيارا معينا. فذهب فقال نعمله بكذا وكذا، إلى أن ذهب فقال نعملها بنصف قيمة يعني الأنصبة من الإبل، من الإبل. طيب الإبل أيضا يلحقها الأمر والنقصان. وهنا أذكر كلمة قالها أستاذي وشيخي، أنا درست عليه كما يقولون في علم الحديث بالقوة وليس بالفعل، لأنه تزاملنا إن صح أن أقول مع الأستاذ الزرقا زميل في التدريس، وبالتالي كنا نتعلم منه في أثناء يعني الحلقات العلمية والدراسة. عندما كنا في مجلس الإفتاء في معيته وكانوا يريدون أن يحددوا مقدار الدية، فكان المجلس يريدها أن تكون 100 من الإبل، لأن أصح حديث في المسألة هو حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بأن الدية 100 من الإبل. فقلنا لهم كيف قد تكون الإبل لا نراها إلا في سوق الهجن والسباقات؟ قالوا نحددها بموريتانيا. قلنا وطيب إذا يعني وجدت البترول في موريتانيا فكيف نحددها؟ ثم هذا الإسلام أليس لأهل النرويج والسويد وما شابه ذلك؟ فاقترحنا، واقترح هو ووقعت أنا معه بوثيقة موجودة في مجلس الإفتاء، بأننا نعتبر الذهب والفضة مقيما كل واحد منها بالدينار الأردني ومقسوم على 2 متوسط حسابي، أو إذا كانت بالإبل فقيمة الإبل باعتبارها طعاما، وكان الجمل يطعم ما بين 90 إلى 100، فنقدرها في كل بلد بمقدار قيمة الوجبة في كل بلد من البلدان. والاقتراح الثالث قلنا إنها قد قدرت بأموال الناس في ذلك الزمان، قدرت بالبقر 200 وبالذهب وبالفضة وإلى آخره، نجمع 5 وبالحلل أي الثياب 200، فنجمعها ونقسم على 5 عند المتوسط الحسابي. لكن
فلما أصر المجلس الكريم على الوقوف على النص، وأنا أذكر هذا مثالاً مشان كيف نجتهد وكيف نحقق الأمر، فقالوا لا، لابد من أن نأخذ بظاهر النص بالنص. فقال لهم: ما تعبدنا الله بأذناب الإبل، ما تعبدنا الله بأذناب الإبل. وأنا أقول يا إخوة، وأقول لشيخنا القرضاوي أيضاً، كيف نقول؟ نحن لابد من أن نوجد معياراً، ثم لابد من أن نفكر لماذا الخمسة أوسق؟ لماذا؟ هي متوسط كفاية الأسرة، كما يقول حجة الإسلام الإمام الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، هي متوسط كفاية الأسرة. ولكن متوسط كفاية الأسرة حيث تغير الظرف، كانوا يزرعون القمح ويزرعون الشعير، فكان الإعفاء خمسة أوسق من القمح ومن الشعير ومن العدس ومن الذرة ومن الكرسنة ومن إلى آخره، ويضعون ذلك في الخوابي، يعني يخزنونه تخزين، أي الكفاية، حدود الكفاية. اختلف اليوم، أصبح أحيانا لا ينتج إلا خمسة أوسق من القمح أو ستة أوسق، فإذا أنتج يعني أربعة أوسق من كل ما ذكرت من الأصناف لا زكاة عليه، وإذا أنتج يعني ستة أوسق من القمح فعليه الزكاة. اختلف الظرف واختلف أسلوب التعامل، ولكن بقينا على ظاهر النص دون أن نفهم محتوى النص. ولفت انتباهي: ما العلاقة بين خمسة أوسق في الزكاة وخمسة أوسق التي هي في موضوع يعني بيع في العرايا، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على الأرض؟ ما وحددها النبي صلى الله عليه وسلم إجازة من موضوع الربا بخمسة أوسق؟ ما العلة في تمسية خمسة أوسق؟ هي متوسط كفاية الأسرة. ولا أقول كما يقول حد يعني الكفاف، وإنما أقول حد الكفاية، لأنه ورد في بعض كلام علمائنا حد الكفاف. أقول لا، ليس حد الكفاف، وإنما حد الكفاية، لأنه في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، ها، فإن أو معنى الحديث كأنما حيزت له الدنيا. هذا إذا لابد من توفير هذه الأمور، ولهذا فقهاء الحنفية يقولون لا زكاة إلا أن تكون في الأمور، في الحاجات الأساسية أو الأصلية، إنما أن تكون إذا زادت عن الحاجات الأساسية. وهكذا الوقت يعني ضيق حقيقة لأشرح قضية جديدة أطرحها، وليست ذات يعني فطير، وإنما كنت أدرس مادة الزكاة من قبل 30 سنة، وأنا أفكر في الموضوع وأدرسه لطلابي في هذا الموضوع ولم أكتب. هذه أول مرة أكتب هذا الموضوع، ولكنني جمعت أساتذة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وأنا عضو هيئة التدريس وليس عميدا، وأنا عضو هيئة التدريس، وألقيت المحاضرة عليهم وعلى طلبة الدراسات العليا بقصد النقد والبيان. وأنا أيضا قلت في قولي هذا هنا أنني ألقي على مؤتمر ذا قيمة علمية، وقلت في عباراتي: أرجو أن يكون من الواضح أنني أعرض المسألة وأذكر رأيي فيها، وهو رأي قابل للتمحيص والدراسة والنقد والرد بأسلوب علمي، ذلك أن مبتغانا جميعا رضاء الله تبارك وتعالى فيما كلفنا وكتب لنا الأجر فيه إن أخطأنا، وإن أصبنا رحمة منه وفضلا، فإن أصبت فيما ذكرت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى قاصدا فتح باب الاجتهاد فيه من أهل العلم، وأدرع إلى الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وعملا بما يقتضيه الأمر أو الوقت. فإنني طرحت المسائل 3: مسألة النصاب، وهذا نقلت نصوصا عن فضيلة الشيخ القرضاوي وهو يدعو إلى إيجاد نصاب وفق أساليب علمية، وأنا أدعو إلى إيجاد نصاب وفق يعني أساليب علمية معاصرة، وهذا من الأمور الاجتهادية. وأرجو أن نفرق بين أمرين: بين موضوع النصاب أي مقدار ما يعفى من الزكاة وهو مقدار الحاجات الأساسية لكفاية الإنسان، وبين موضوع الحق الواجب في الزكاة، الحق الواجب وهو ربع العشر
أو نصف أو العشر أو نصف العشر، هذا أمر نصي مجمع عليه، لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد، وليس هو موضوع بحثي، وإنما موضوع بحثي هو قضية الخمسة أوسق، أي مقدار الأنصبة، هل هي قدر الكفاية الآن؟ ربما كان في ذلك الزمان تكون هي مقدار الكفاية، إنتاج خمسة من الإبل تكون مقدار الكفاية. اليوم لابد أن ننتبه لقضية أساسية يا إخوة، أن الدول تدفع إعانات وإعانة للذين يربون الماشية، وأيضاً لأولئك الذين يزرعون الأراضي، وأيضاً الاقتصاد الحقيقي، ونحن نعيش اليوم هذه المشكلة العالم كله، وهو الغذاء، ما يتعلق بالأرض وما يتعلق بالماشية، الأمور الأساسية. إذا لم نحسن وأخذنا ببعض الفتاوى التي تقول إن الزكاة في إيجار العمارات هي بمقدار ربع العشر في النماء فقط، فإن أصحاب الأراضي سيبيعون أراضيهم ويبنون العمارات، وبالتالي سيصبح الخلل في المجتمع المسلم إلى أبعد حد. أنا يعني أضع هذا بين أيديكم ولا أريد أن أطيل، ولكنني أريد أن أشير بعناوين المسألتين إذا سمح لي رئيس الجلسة، وهي مسألة الأسرة أيضا، لأن هذه مسائل الآن أصبحت واقعة، لا يجوز لنا أن نهرب من الواقع وأن ندير ظهرنا إليه. مسألة أن المرأة دخلت الآن المجال العملي، أنا أقرأ بعض البيانات في الأردن أن نسبة العاملات في الأردن أصبح بالنسبة إلى الرجال أكثر من حوالي 38% في جميع المؤسسات، أكثر، أصبحت المرأة عاملة. إذن والآن نتيجة للتقاليد والأعراف ولمال الزوج من أمور، تضع كل ما تملك عندما تشتري شقة أو إلى آخره باسم الزوج. الآن وإخواننا في المغرب العربي أهل المقاصد، المغرب العربي رأساً في قانون المغربي وقانون الجزائر، نظروا إلى في هذه القضية وقرروا بأن السعي الذي تسعاه المرأة في الحياة الزوجية بغض النظر عن الممتلكات التي تكون موروثة أو اللي امتلكتها الزوجة قبل هذا الموضوع، ووضعوا أصولاً معينة وضوابط معينة لتأخذ المرأة حقها، لأن الزوج في كثير من الأحيان ولها الحق، أحياناً يعني يطلقها، يتزوج امرأة أخرى، لا تنجب أولاد، يذهب هذا الأمر. وذكرت قضية ذكرها فقهاؤنا المالكية، وهي قضية المرأة أنا معك سيدي، في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، قضية المرأة التي كانت تعمل مع زوجها، وكان زوجها يعمل يعني في غسيل الثياب، وكانت هي تعمل في خياطة الثياب، فتوفي الزوج، فجاء إخوته وليس لهم أولاد، فأخذوا مفاتيح المخازن وإلى آخره، وقالوا لها لك الربع، فاشتكت إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وقالت له كيف أنا اشتغلت في العمل، وتأكد سيدنا عمر بن الخطاب من الأمر، وبالتالي عندئذ جاء فقسم المال مناصفة بينهما، ثم أعطاها بعد ذلك ميراثها الربع من النصف الآخر، ودفع لإخوانه ما تبقى. القصة وإن لم تثبت، لأنني حاولت أن أعرف مصدر وصحة هذه القصة، لكنها وفق العدالة التشريعية صحيحة في هذا المجال. والأمر الآخر، وابتلي بها كثير من بناتنا، خصوصا أن المجتمعات الإسلامية يعني أصبح فيها الهجرة وما شابه ذلك، وهي قضية توثيق الطلاق والمحافظة على الأسر في هذا المجال. الأمر، وأستاذنا الشيخ الزرقا في المادة 79 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني، مشروع قانون الأحوال الشخصية بين الإقليمين المصري والسوري، قد نص في المادة 79 والكتاب مطبوع، على أنه لا بد من أن يوثق الطلاق عند موثق، وعملا بالنص القرآني في آية الطلاق، في سورة الطلاق. الأمر الآخر الذي أشرت إليه كعنوان، وهو العلاقات الدولية فيما يتعلق بمفهوم دار الحرب ودار السلام، دار الحرب ودار الإسلام، وأن هذا كان تقسيما ليس للعالم، وإنما تقسيما للدول التي كانت تحيط بالدولة الإسلامية، كانت الروم وفارس،
وليس تقسيما للعالم، فأخذه البعض منا على أساس أنه تقسيم للعالم. وأمر آخر، مسألة أخرى، وهي أحكام المدنيين زمن الحرب، وكنت قد أشرت على أحد طلابي أن يكتب في هذا الموضوع، وعندما كتب ولم يكتب بأن أحكام المدنيين أن يسبوا وأن يقتلوا وأن يكون الإمام مخيرا فيهم وإلى آخره، ولم أكن مشرف على الموضوع لكنني كنت مناقشا في هذا الموضوع، أصر إخواني من المناقشين على أن الحكم مع المدنيين هو أن يسبوا أو يقتلوا وتقتل. إذا كان المدني أن يكون حكمه كذلك، لماذا لا بد من أن يضم نفسه إلى الحاكم وأن يقاتل وأن يحارب؟ على كل حال أثرت هذه المسائل، أرجو يعني ممن يعني له رأي في هذا الموضوع إذا بعد أن توزع الأبحاث، وسأضع عنواني للجميع، وكل رحابة صدر أن أسمع آراء إخواني وأن أستفيد من عليهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أشكرك يا سيدي، وأنا متأسف لأن الموضوع فيها شيء وأحتاج أن أستفيد أنا شخصيا من آراء العلماء الأفاضل. بارك الله فيك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله. شكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي على ما أفدتم في هذا البحث النفيس، فقد بينتم تصورا شموليا تأصيليا تطبيقيا للتجديد في حقل الفقه وأصوله، يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وننتقل الآن إلى الورقة الثانية في هذه الجلسة المباركة، والورقة بعنوان معالم النهضة العلمية في المشرق الإسلامي، النهضة الفقهية أنموذجا، يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى نبيه المصطفى وآله وصحبه ذوي الفضل والوفا. وبعد، عنوان ورقتي هو النهضة الفقهية في العصر الحديث. لا أدري كيف أقحمت كلمة المشرق في عنوان البحث، وهي ليست موجودة في بحثي الذي بين يدي والذي كتبته. العنوان كما يقول، أو الكتاب واضح من عنوانه، أنا هنا أرصد، ووظيفتي هنا كوظيفة المؤرخ الذي يذكر ما هو كائن، ونتطلع إلى أن نكون نحو الأفضل. وهذا الشطر الثاني هو موقف الفقيه. هناك عدة معالم إن صح الوصف في نهضة الفقه الإسلامي في العصر الحديث، وأنا حاولت في هذه الدراسة السريعة أن أرصدها وأوضحها أمامكم لنسمع الآراء في التعقيب والتطوير، وهذا جزء من التجديد. من غير مقدمات، هناك حقيقة ظهرت دراسات تعرف بالنظريات الفقهية، وعلماؤنا الأقدمون يعني لم يكتبوا بمثل هذه المصطلحات وما إلى ذلك، فإذا هذه تعد دراسات جديدة للفقه الإسلامي وتخدمه. وهناك القواعد الفقهية أيضا، نعم، وهناك دراسات خاصة ببعض القواعد، والتمثيل على ذلك سريعا على سبيل المثال ما كتبه أستاذنا المرحوم الدكتور سعيد أمجد الزهاوي في أطروحته نظرية التعسف في استعمال الحق في الملكية بين الشريعة والقانون. وعلى هذا هناك عدة كتب كتبت في مناسبات علمية رسمية وغير رسمية تحت هذه أو تحت هذا العنوان. ظهرت عندنا الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي، ثم تطورت المقارنة هذه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ومثل هذه الدراسات حقيقة أنتجت كثيرا من الأبحاث، وبينت ريادة الفقه الإسلامي على ما كتبه أهل القانون، ولا سيما أو أخص الغربيين في ذلك.
وتبين لنا أن كثيرا من هذا القانون قد أخذت مبادئه من الشريعة الإسلامية إن كانت قصدا أو إن كان اجتهادهم بالنظر قد توصل إلى ما أقرته الشريعة وأقره فقهاؤنا بالاستنباط والاجتهاد. ولعل المثال الواضح في ذلك العلامة الجليل عبد الرزاق السنهوري رحمه الله حينما غرب القوانين ولا سيما القانون المدني في مصر وفي سوريا وفي العراق، ولما جاء إلى العراق كان كثيرا ما يتحاور مع العلامة منير القاضي في مثل هذه القضايا، فتوصل إلى أن كثيرا مما قد غربه قد وجد في كتب الفقه الإسلامي، وأنتجت هذه المناقشات على فكرة كتابة كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي الذي يعد من جليل الكتب التي أنتجها هذا العصر بيد الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري. أنا قصدي من ذلك أن هذه المقارنات قد أنتجت شيئا جديدا في دراسات الفقه الإسلامي. الدراسات الفقهية المتخصصة حقيقة توجد في كتب التراث دراسات فقهية متخصصة، على سبيل المثال مثلا القاضي أبو يوسف له كتاب اسمه الخراج وهو خاص بأموال الدولة، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، والأحكام السلطانية للماوردي، وهذه من قضايا الفقه المتخصص، لكنها الآن في دراساتنا اليوم قد ظهرت كثير من هذه الفقه المتخصص سواء في الدراسات الجامعية الماجستير والدكتوراه أو في أبحاث الترقية، وهذا معلم واضح وظاهر في واحدة من التطور في كتابة الفقه الإسلامي، وهو التزام موضوع معين والتعمق فيه، وهذا من التجديد حقيقة. ظهور الاجتهاد الجماعي، والاجتهاد الجماعي هو غير الإجماع، التزام أو اجتماع مجموعة من علماء التخصص في بحث مسألة ما، ثم يخرجون بآراء تكون متقاربة أو قد يكون فيها بعض الخلاف، إلا أن هذه الآراء تكون متعاضدة بطرح هذه الأفكار فيما بين العلماء المتخصصين. وقد هيئت لذلك مؤتمرات علمية متخصصة، يعني ليست عامة وإنما متخصصة في موضوع ما بعينه، فعلى سبيل المثال مثلا نجد المؤتمر الذي دعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض في عام 76، ظهر في 6 مجلدات وهو خاص في دراسات الوقف فقط الوقف. فمثل هذه الدراسات هذه وبالاجتهاد الجماعي إن صح القول تبين لنا أو تعطينا نوعا من الاطمئنان الكبير إلى دقة المعلومات وصحتها فيما توصل إليه هذا الجمع المبارك من المختصين والعلماء. ومن الاجتهاد الجماعي أيضا ظهور المجامع الفقهية، فعندنا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، والمجلس العلمي في الهند، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة أعتقد هكذا بكسر الجيم، ومجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، والمجمع الفقهي الأوروبي في لندن، ومجمع فقهاء أمريكا الشمالية وكندا في واشنطن، والمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي أيضا في مدينة جدة وهكذا. فهذه المجامع هي أيضا ممكن أن نعدها من قبيل الاجتهاد الجماعي الذي يعد نوعا من التطور في دراسات الفقه الإسلامي. تقنين الفقه الإسلامي، التقنين أي جعل الأحكام الشرعية تحت قانون، وهذا القانون يكون ملزماً للقضاة أن يلتزموا به، وقد أخذ بين أخذ وعطاء هل نقنن أو لا نقنن، ويبدو أن ما توصل إليه التطبيق الفعلي أنه ظهر الفقه الإسلامي على صيغة قوانين منذ عهد السلطان سليم الأول، ثم تنظر كثيراً وتقعد أكثر في عهد السلطان سليم القانوني، ثم في عصرنا الحاضر حقيقة وجدت قوانين قننت لبعض أحكام الفقه الإسلامي كالفقه المدني وكذلك فقه الأحوال الشخصية، فقه أحكام الأسرة، وله بدايات نظرية يعني يعود بها الباحثون إلى اقتراح الخليفة العباسي على أبو جعفر المنصور على الإمام مالك
ابن أنس في أن يعتمد فتاواه وأن يعتمد كتابه المعروف بالموطأ، إلا أن الإمام مالكا قد اعتذر من ذلك بذريعة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، فلعل هناك أحاديث ولعل هناك فتاوى قد لم تصل إلينا، وبالتالي لا نستطيع أن نلزم الناس برأي واحد. ويعودون بمحاولة أخرى تقدم بها الأديب عبد الله بن المقفع، وإن كان بعضهم يشكك في النوايا والله يتولى ذلك، إلى الخليفة أيضا أبي جعفر المنصور، فنص عبارته أن يقول: فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذا الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به أو يحتج به كل قوم من سنة وقياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينهى عن القضاء بخلافه، إذن هو قانون ملزم، وكتب بذلك كتابا جامعا، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر الدهر إن شاء الله. أيضا هذا الاقتراح لم يكن له يعني واقع في التطبيق. البدايات العملية قالوا يعني ظهرت في عهد الأمير أبي يعقوب في دولة الموحدين، حينما اعتمد آراء الإمام مالك في كتب معينة اختارها وهي عشرة كتب، وكذلك كما قلنا في موضوع المجلة، مجلة الأحكام الفقهية في عهد العثمانيين، وفي القرن السابع عمر السلطان محمد كذلك زيب بهادر عالم كير الهندي التي عرفت بالفتاوى الهندية أو عرفت بالفتاوى العالم كيرية، وهو مؤلف ضخم في ستة مجلدات، أيضا كان قانونا ملزما في ذلك العصر عندما كانت الهند تحكم بالشريعة الإسلامية. هناك جهود فردية في التقنين، من جملة هذه الجهود وهي من تطورات الفقه أعمال الفقيه المصري محمد قدري باشا في ثلاثة مصنفات: مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، وهذا في أحكام الأسرة يحتوي على 941 مادة وهو خاص بالأحوال الشخصية، نعم. كذلك مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتبه القاضي أحمد بن عبد الله القاري المكي، وقسم إلى 21 كتابا، وقد حوى 2382 مادة استقيت مصادرها من معتمد كتب المذهب الحنبلي. ما قام به كذلك العلامة محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية في عام 1920 إلى عام 1929، مشيرا في ذلك إلى أنه لخص كتب الأحوال الشخصية وقننها في قانون، وقد صدرت الطبعة في عام 1948. مدونة الفقيه القانوني الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي، ويقع الكتاب في جزئين، أيضا دون هذا الجزء من الفقه الإسلامي على أحكام المواد القانونية المقننة، وقد بلغت 689 مادة. التقنين الرسمي قلنا أو أشرنا إلى مجلة الأحكام العدلية في عام 1877، بلغت موادها 1811 أو عفوا 51، ولهذه المجلة حقيقة أسباب في وضعها، منها مسايرة المستجدات والنوازل، وهذا يعد من تطورات الفقه الإسلامي والنهوض بالملكة الفقهية بعدما دب الضعف، هكذا قالت المقدمة، مقدمة القضاء في تحديد الرأي الراجح في المذهب، وقصدوا به مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ترسيخ الوحدة بين أقاليم السلطة العثمانية الممتدة طولا وعرضا، ولا شك أن توحيد التشريعات القانونية له أثره البالغ في التوحد السياسي والاستقرار. المجلة حقيقة لها أهمية كبرى، وتبدو أهميتها أو أبرز ما يعني تجلى بذلك هو تأثيرها في القوانين التي ظهرت
فيما بعد، وأشرت أنا إلى هذا في حدود صفحة وقليلا من ذلك، لكني أختصر. قانون حقوق العائلة العثماني، وهذا أيضا من التقنين، اشتمل على 157 مادة فيما يتعلق بأحوال الأسرة وأحكامها، وذكر حقيقة بعض القضايا التي نقول خرجت عن مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، كالتفريق القاضي إجبارا بين الزوجين حالة الشقاق والخلاف بينهما، وعدم إيقاع طلاق السكران والمكره، هذا كله ذكر في قانون حقوق العائلة العثماني. نأتي إلى معلم آخر من معالم التجديد في الفقه الإسلامي، وهو الفهرسة، فهرسة الفقه الإسلامي، فقد ظهرت في ذلك الموسوعات، وهذه الفهارس قد يسرت البحث في كتب التراث لا سيما أو بالأخص، وتلك واحدة من معالم النهضة في الفقه الإسلامي. ومن جملة هذه الدواعي التي دعت إلى تأليف الموسوعات هو أن الكتب القديمة أو كتب التراث لم يكن فيها هذه الثبت كما ترجمت كلمة الفهرست من الفارسية إلى العربية، لا يوجد فيها هذا الثبت للمسائل والفرعيات والجزئيات، مما يجعل العثور على المسائل فيه صعوبة على الباحث. نعم، وقد ذكرت بعض الفروع الفقهية في غير مضانها، فمثلا على سبيل المثال العلامة الجليل ابن عابدين في حاشيته الشهيرة يذكر مباحث في معاملة أهل الذمة وفي كتاب الرق، وبعض مباحث أهل الذمة أيضا نجدها في أحكام الوصي، يعني هو وجد منفذا لبحث هذه الموضوعات في تلك الأبواب، مع أنها لا تخطر بالنسبة للقارئ والمتتبع والباحث وما إلى ذلك. فكانت الفهرسة تعين الباحث على معرفة تلك الجزئيات التي تاهت في غير موطنها. نعم، اختلاف مدلول المصطلحات بين الفقهاء، يعني لما نقول فساد وبطلان نرى الحنفية يقول لا، هناك فساد صحة وفساد وبطلان، وليس صحة وبطلان. الحنفية على سبيل المثال يفرقون مثلا بين الفرض والواجب وهكذا. يقول بقي 5 دقائق، فإن شاء الله أنا قبل ذلك أختم. أهم مشروعات الموسوعة الفقهية عندنا مشروع كلية الشريعة بدمشق، وبدأ هذا المشروع في عام 1956، وكان من الدعاة إليه علماء أجلاء مع حفظ الألقاب مصطفى الزرقاء ومعروف الدواليبي ومصطفى السباعي كذلك. نعم، واعتمدت المذهب الحنفي أولا، ثم بعد ذلك جاءت بعده المذاهب الأخرى. نعم، مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة أيضا ولد هذا المشروع في عام 1958، وهو يعد واحدة من مظاهر النهضة في الفقه الإسلامي. مشروع جمعية الدراسات الإسلامية في القاهرة، نعم، كان من ثمراتها على سبيل المثال 1500 صفحة في أحكام الأسرة، مع أنهم لم يتجاوزوا الأركان والشروط، يعني كان بحثا موسعا، فأدركت اللجنة أن هذا الطريقة من البحث سوف تجعله جدا كبيرا وواسعا، وبالتالي الثمرة من الفهرسة تكون يعني تكاد تكون مغيبة، فاختصروا ذلك في المجلدات الأخرى. نعم، مشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الموسوعة الفقهية التي طبعت في 45 مجلد، يعني ولكنها ابتدأت منذ عام 1971 وانتهت أعتقد قبل 10 سنوات أو أكثر من ذلك بقليل. نعم، موسوعات أخرى كانت من الجهد الفردي، كموسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وموسوعة فقه الخليفة عمر الخطاب رضي الله عن الجميع، وموسوعة فقه عثمان بن عفان، وموسوعة فقه الإمام علي، وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وكذلك موسوعات التابعين وغيرهم، كموسوعة محمد بن جرير الطبري وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي والحسن البصري وإلى آخر ذلك من
الموسوعات التي كتبها العلامة الجليل محمد رواس قلعجي. نعم، حقيقة نختصر بعد ذلك، هناك فهرسة لكتب التراث كالفهرست الذي كتبه الباحث أحمد مهدي الخضر الذي توفي قريبا رحمه الله، في هو فهرسة الحاشية ابن عابدين على الموضوعات، وبالتالي تيسر للباحثين معرفة الأحكام الفقهية بمراجعة هذا الفهرست أو الثبت بيسر وسهولة. وكذلك معجم فقه ابن حزم الظاهري ومعجم الفقه الحنبلي، معجم ابن حزم الظاهري كتبه العلامة الجليل محمد المنتصر الكتاني وما إلى ذلك. نعم، وهنا تطرق البحث إلى المنهجية في تلك المعجمات، لا نتطرق إليها الآن من باب الاختصار. كم بقي من الوقت لو سمحت؟ أي نعم، طرق البحث في الموسوعة الفقهية كذلك نحن إلى نعم دقيقتين. أي قلنا ظهور الاجتهاد الجماعي، موضوعات الاجتهاد الجماعي كثيرة حقيقة، يعني أنا قسمتها يعني موضوعات تتعلق بالمشكلات الاقتصادية كالأعمال المصرفية وأعمال الاستثمارية والتأمين والأسهم والسندات وما إلى ذلك، موضوع الاجتهاد الجماعي في المسائل الطبية وذكرت تحتها كثير من الموضوعات والعناوين المتخصصة كبدء الحياة ونهاية الحياة ونقل العضو من الحي ونقل العضو من الميت أو الميت، نقل العضو من الأجنة، مسؤولية الطبيب، أخلاقيات الطبيب، حكم عزل المريض نقص المناعة المكتسبة اللي هو الأيدز، وحكم تعمد نقل العدوى، وحكم إجهاض الأم المصابة بهذه تلك الأمراض المعدية إلى آخر ذلك. موضوعات الاجتهاد الجماعي المتعلقة في العلاقات الدولية، وقد أشار معالي الدكتور الآن إلى بعض من ذلك، فعلى سبيل المثال فكرة دار الحرب ودار السلم وتطرق إليها، فكرة التوارث الدولي حينما يتغير الحاكم أو الحكومة فإنها ترث ما كان قبلها من التبعات، ولهذا مشكلات حقيقة في عصرنا الحاضر، يعني مثلا جمهورية العراق إلى الآن تتحمل تبعات أحداث الكويت في عام 1990 مع أن الحكومة قد تغيرت. هذا في القانون الدولي قد درس، فنحتاج إلى معرفة رأي الشريعة في ذلك، الموقف من رسم الحدود في المياه الدولية والأنهار والبحار، والموقف من تراث الإنساني المشترك في البحار والمحيطات وتقاسم الثروات وحقوق الأجيال القادمة وهكذا. وعلى مستوى القانون الدولي الخاص فقد بحثت كتبنا بحوثاً بالغة في التحضر فيما يتعلق بمركز الأجانب ومنح الإقامة الدائمة والمؤقتة وحتى جنسية الإقليم لغير المسلمين وهكذا، والنظر في أمان السفراء وحصانتهم السياسية والمالية والقضائية ومدى اهتمام الفقه الإسلامي في تأسيس هذه الأصول، ولعل الرائد في ذلك هو العلامة الإمام محمد بن الحسن الشيباني الذي سبق كما يسمى بأبي القانون الدولي جورسيوس بتسعة قرون في كتابه السير الكبير، وقد شرحه العلامة السرخسي في ستة مجلدات ضخام سمى شرح السير الكبير. نعم، مجمع البحوث الإسلامية أيضا كذلك، هذه واحدة من المؤسسات التي طورت كثيرا من الفقه الإسلامي وتطرقت إلى ذلك، والأعمال وطريقة انتخاب الأعضاء بدقة جدا بالغة لكي لا يدخل فيها إلا كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة وما إلى ذلك. حقيقة الأمور كثيرة، وأنتهي بذلك، وإن كان هناك موضوعات كثيرة وهي لا تنتهي. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، سلامي ودعائي. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز العاني بداية على التزامه الدقيق بالوقت، بارك الله فيه، جزاه الله خير الجزاء، فقد أجاد وأفاد وقد بيّن لنا أهم المحاولات التجديدية في ميدان الفقه، وطوف بنا سريعا في بيان معالم النهضة العلمية الفقهية. وننتقل الآن إلى ورقة بعنوان التجديد الأصولي، الإمكانات والمداخل، مع فضيلة الأستاذ الدكتور الحسان شهيد، وهو أستاذ التعليم العالي في أصول الفقه والمقاصد في كلية أصول الدين وحوار الحضارات في تطوان بالمغرب. هذه الورقة ستعرض يعني عن طريق التسجيل،
لأنه تعذر على فضيلة الأستاذ الدكتور الحسان شهيد، تعذر عليه الحضور إلى هذا المؤتمر المبارك، فإن شاء الله ننتظر من الإخوة في الدعم الفني أن يعرضوا علينا هذه الورقة للدكتور الحسان شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، في البداية جميل شكري ولطيف امتناني لأساتذتي الأفاضل ومشايخنا الأكارم في هيئة علماء العراق الحبيب على دعوتهم الطيبة وثقتهم العزيزة للمشاركة في مؤتمرهم الرابع إلى جانب هذه الثلة من العلماء والمفكرين التي نفرت بإنذارها العلمي في أمتنا، كما أتوجه باعتذاري إليكم لعدم تمكني من الحضور معكم. في أسئلة هذه الورقة، تتقصد هذه الورقة تجديد الأصول الإمكانات والمداخل، بحث إمكانات التجديد الأصولي من حيث إشكالاته وقضاياه المعرفية. وقبل النظر في ذلك، تدعونا الضرورة المنهجية عرض أهم أسئلة هذه الورقة، إذ هي لا تملك أجوبة بقدر ما هي حبلى بأربعة أسئلة قامين ببحوث موسعة تراها ذات أولوية في هذا المجال. أولها سؤال السياق، وثانيها سؤال المشروعية، وثالثها سؤال المعنى، ورابعها سؤال الإمكان. أما سؤال السياق فالشائع أن ظهور إشكال التجديد الأصولي لغاية النهضة افتراض غير مسلم وغير محسوم. كيف ذلك؟ غير مسلم لأنه من قرر أن مظنة الإشكال في المنهج، في حين أن القضايا التي تحيط بالنهضة أربعة قضايا كبرى: النص والواقع والأمة ثم المنهج. فلما ألغيت الثلاثة وبقي الرابع هو مناط الإشكال أو مناط السؤال؟ وغير محسوم لأن هل النهضة، نهضة الأمة، رهين بالتجديد في علم أصول الفقه؟ وعليه فإن الارتهان إلى مراجعة آليات النظر المنهجية في تحسين أوضاع الأمة وتغيير واقعها فيه نظر بحسب الدراسات والبحوث وبحسب الواقع والسياق التاريخي الذي نعيشه، وهذا له صلة بسؤال المشروعية وهو السؤال الثاني. طبعا يتأسس النظر التجديدي الأصولي على فروض يستند إليها في تسويغ التجديد. فالأول فرض مقصدي، ومفاده أن واقع الأمة بما يكتنفه من تراجع وثبات حضاري على مستويات متعددة يتطلب إعادة النظر في الأسس المنهجية المستند عليها في إنتاج المعرفة القانونية والاجتماعية السلوكية حتى تستعيد نهضتها وفعلها الحضاري. فاعتبرت تلك المراجعة موجهة نحو آليات النظر الأصولية، أي علم أصول الفقه. والثاني هو فرض موضوعي، ويتأسس على الاعتبار التجديد في موضوع لم يعهد فيه ذلك المطلب، بمعنى أن علماء الأمة لم يتداولوا موضوعا اسمه التجديد الأصولي. لكن هذا الفرض المعاصر مع بعض رموز الفكر الإسلامي يثير التنبه إلى مدى صحة مقدمته ومدى إفضائها إلى نتيجة تناسبها. والفرض العلمي الثالث، ويقوم من أساسه على افتراض إمكانية ورود حالة تجديدية في علم أصول الفقه، لأن النشأة الإبستمولوجية لعلم أصول الفقه والقضايا المعرفية التي بحثها علماء الأصول كلها كان مبدأها البعد العلمي، ويرس عند نشدان القطع في الأدلة والأصول مع الشافعي مثلا، وتوقفت عند الاستدلالات المنهجية على القطع مع الشافعي. فهل ما يزال استصحاب النظر في الأصول بهذا الاعتبار واردا؟
والفرض المنهجي وهو الرابع على احتمال صحة الفروض السابقة وإمكانات توقعها وورودها يبقى النظر في تجديد علم أصول الفقه سرابيا وغير واضح، لذلك تعددت الأنظار بحسب المداخل المشخصة مداركها. فمن رأي أن المدخل المناسب في القواعد إلى متجه صوب المقاصد إلى مؤكد على الاجتهاد، فما هو المبتدأ وأين المنتهى في عملية التجديد وفق هذا الفرض؟ بناء على هذه المؤسسات أو الافتراضات يمكن معالجة هذا الموضوع بالتوقف عند أهم الإشكالات المرتبطة بمسألة تجديد علم أصول الفقه والمداخل المقترحة بحسب الإمكانات التي تجيزها البنية المعرفية الإبستمولوجية لعلم أصول الفقه. وهنا أنتقل إلى السؤال الثالث وهو سؤال المعنى، وفيه ثلاث مسائل. أولا، تجديد علم أصول الفقه أم تجديد أصول الفقه؟ لأن علماء الأصول كانوا في منتهى الدقة والتحقيق في بيان المقصود، فلما نسمع مثلا النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال، أو حينما نقرأ هو عبارة عن أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام، وهنا المقصود يعني علم تعريف علم أصول الفقه، نفهم أن العلماء تحدثوا عن علم أصول الفقه باعتباره معرفة ودراية وإدراك، ولم يتحدثوا عن أصول الفقه في ذاته. السؤال الثاني أو المسألة الثانية، تجديد من الداخل أم من الخارج؟ وهناك فرق بين التجديد من الداخل والتجديد من الخارج، أي داخل السياق والمجال أو خارجه. فالباحث من داخل المجال بصدق لا يقول بأن التجديد يطول أصول الخطاب بدل الفهمات والأنظار، إن علماء الأصول المتقدمين الذين انتقد بعضهم البعض لم يكونوا أقل صدقا أو أضعف علما منا اليوم، لذلك فإن التجديد الأصولي مشروع تاريخيا وعقليا، ما قصد به تجديد الأنظار والأفهام والاجتهادات الأصولية وفق المقتضيات الشرعية والمتطلبات الواقعية وبناء على الأصول الكبرى للخطاب الشرعي. المسألة الثالثة، تجديد تلقائي أم منهجي؟ وهذه المسألة في غاية الأهمية، والمراد بذلك هل التجديد الأصولي كان تلقائيا تاريخيا تراكميا، أم أن التجديد الأصولي كان منهجيا منظما محكما تجند له الإرادات والمؤسسات تقعيدا وتنظيما؟ وغالب الأمر أن عقلية التجديد المعاصر تروم الطبيعة الثانية حسب الأدبيات المعاصرة الخاصة بالتجديد الأصولي على الأقل. كيف يتم التجديد؟ التجديد يتم بالاجتهاد في النوازل، بالاجتهاد في القضايا والمستجدات المعاصرة. التجديد الأصولي لا تجند له مؤسسة مثلا لكيف نجدد هذا العلم، بل إن التجديد عبر السياق التاريخي كان تراكميا، كان علميا تلقائيا بحسب النوازل التي تطرأ في الأمة، ولم يكن عبارة عن مؤسسة تقوم بعملية التجديد في هذا العلم مثلا. السؤال الرابع في هذه الورقة وهو الأخير وهو سؤال الإمكان. من حيث المبتدأ تتوزع زوايا النظر التجديدي على زوايا مختلفة، أولها التجديد من جانب الموضوع. إذا تم التسليم بأن مسألة التجديد ممكنة ومتاحة واتفق عليها العلماء، فبناء عليه ما هي القضايا الأصولية التي تفتقر إلى التجديد؟ هل المصادر الأصولية؟ هل القواعد؟ هل دلالات الألفاظ؟ هل الأحكام؟ هل باب الاجتهاد؟ أم ماذا؟ هل المقاصد؟ وما هي مداخله وسبله؟ الثاني هو التجديد من حيث المقصود، يعني ما هو بالضبط المقصود بالتجديد الأصول في علم أصول الفقه. بعد استقراء وتتبع معاني التجديد في اللغة ينتهي الباحث إلى دلالات كلها ذات
صلة بالتجديد الاصطلاحي، وعلى ضوء ذلك يمكن فهم التجديد الأصولي. أولا، من معاني التجديد في اللغة التأصيل، أي إعادة الأمر إلى أصله وتحقيق الأصل فيه من غيره، أي إرجاعه إلى مصدره الأول الفقه والأصول، وكذلك من حيث البحث في قطعية الأصول، من حيث تأصيلها وتنظيمها وترتيبها وحجيتها. ثم ثانيا، من معاني التجديد من حيث اللغة هناك التنخيل، أي غربلة وتصفية علم أصول الفقه مما ليس منه ولا يليق بقاؤه متصلا به، لأنه يعوق سيره في سياق الجديد، وهذا من صلب المعنى المذكور في حديث تجديد الدين للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلم أصول الفقه في هذا الجزء، هذه الجزئية، جزئية التنخيل، يمكن الاشتغال على هذا المظهر من مظاهر التجديد، باعتبار أن علم أصول الفقه يحتاج إلى غربلة، يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تنخيل، يحتاج إلى تهذيب، كما قام بذلك الإمام الغزالي عبر تاريخه، كما قلنا، تلقائيا وتراكميا، فألف التهذيب في علم أصول الفقه، وألف التنخيل في علم أصول الفقه، وختمه بالمستصفى في علم أصول الفقه. ثالثا، التكميل، وهو معنى من معاني التجديد في اللغة، أي تطعيم علم أصول الفقه بشيء هو في حاجة إليه حتى يكون في مستوى الجدة، ويدخل ذلك في ذلك ما أشير إليه من معاني التشغيل والاجتهاد العملي الفعلي والتفعيلي. وهذا المقصود بهذا التكميل هنا ما ينعت اليوم بباب التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية وغيرها. فنحن في أمس الحاجة إلى تطعيم هذه العلوم ببعض العلوم التي هو في أمس الحاجة إليها في جانب، خاصة في جانب التشغيل والتفعيل والاجتهاد. فالفقه في حاجة إلى علم الاجتماع، تطور علم الاجتماع، مدارسه، يعني طرقه، وسائله، وأساليبه، حتى يكون لدى الفقيه ثروة علمية ومعرفية تسعفه في قضايا الاجتهاد في النوازل وفي القضايا المستجدة، سواء كانت هذه القضايا فردية جزئية أم كانت نوازل عامة حضارية خاصة بالأمة ككل. ثم المعنى الرابع، وهو معنى التشغيل، أي تفعيل العمل بالأمر المقصود وتحريك الجوانب المعطلة فيه بقصد إخراجه من القدامة، وهو ما فهمه العلماء من الحديث النبوي فجددوا إيمانكم. فالتجديد يتم كما قلنا في باب التشغيل، يتم عبر الاجتهاد وتحصيل العمل في النوازل والمستجدات، وهو ما يعرف بالاجتهاد والتجديد. لذلك فإن الباب التشغيلي والتفعيلي للقواعد الأصولية هو الباب الأوسع في نطاق التجديد الأصولي. ويبقى المعنى الخامس من معاني التجديد في اللغة، وهو ألصق كذلك فيما نحن فيه، وهو قضية التبديل، أي استبداله بما هو أجدر منه في بلوغ المقصود وأحسن منه في تحقيق المطلوب. ومفهوم ذلك إن قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فكل هذه المعاني الخمسة لا يمكن التسليم بها كلها، إنما تبقى المعاني الأربعة الأولى في نظرنا هي الإمكانات المتاحة للتجديد الأصولي من تأصيل وتنخيل وتكميل وتشغيل. أما معنى التبديل فهذا لا يقول به قائل عاقل يشتغل من داخل السياق الأصولي وداخل الخطاب الأصولي، وهذا ما سميته قبل قليل بالتجديد الداخلي. لكن الذي يقول بالعنصر الخامس، عنصر التبديل، فهو ينطلق من التجديد من خارج النطاق الأصولي، وهذا لا يقول به عاقل في هذا السياق. لذلك فإن التبديل لا وجود له لما هو أولى به، بل لما هو كائن في مدوناتنا الأصولية،
بل إن المطلوب كما قلت هو تفعيل النظر الأصولي حتى ترجى ثماره وتتحقق مقاصده على واقع الناس عبر الاجتهاد الفقهي. تبقى مسألة مهمة في قضية التجديد في علم أصول الفقه الآن، وإن كانت خارجة عن السياق الذي نتحدث فيه. هناك ما يسمى بالتجديد على مستوى الصياغة وعلى مستوى التأليف وعلى مستوى الكتابة والتدوين، وهذا تجديد على مستوى التعليم وليس على مستوى الإعمال والتشغيل لعلم أصول الفقه. فالتجديد على مستوى التصنيف والتأليف هذا قد حدث عبر التاريخ منذ رسالة الشافعي إلى يومنا هذا، والصياغات تختلف والمدونات مختلفة، ولا نجد تطابقا تاما حتى بين مدونتين لمؤلف واحد أو لعالم واحد، بل هناك تجديد على مستوى هذه الصياغة كما قلنا مع الإمام الغزالي أو مع الإمام الجويني. لكن هنا الحديث عن التجديد في علم أصول الفقه على مستوى الإعمال في علاقته بالنظر الفقهي والاجتهاد الفقهي. لا أريد أن أطيل عليكم، أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الكلمة المتواضعة بين أيديكم، أو علها تثير بعض الإشكالات وبعض القضايا المتعلقة بالتجديد الأصولي. فبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وبارك في جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسن شهيد، هذه الورقة العلمية متميزة حول التجديد الأصولي الإمكانات والمداخل، فقد قدم لنا تصورا فلسفيا منضبطا للتجديد الأصولي، وبين يعني عدم دخول مصطلح التبديد أو التغيير في هذا الباب، في باب التجديد الأصولي، فجزاه الله خير الجزاء. بقي عندنا الورقة الأخيرة، وهي ورقة الدكتور سراج الدين الأسرع بلال، والدكتور سراج الدين الأسرع بلال مدير أكاديمية عناية الله العالمية في نيجيريا، وقد أرسل لنا ملخصا يعني لورقته، يعني أقوم بتلاوته بالنيابة عنه لأنه تعذر عليه الحضور لهذا المؤتمر المبارك، وبعد ذلك نتيح المجال للمداخلات، يعني سيبقى عندنا ما يقارب ربع ساعة تقريبا، لهذا نرجو أن يعني يرسل لنا أي واحد من أصحاب الفضيلة يريد أن يقدم مداخلة أن يرسل لنا ورقة مسبقا حتى نرتب الأولويات في المداخلات، وأيضا لن نتيح إلا يعني لا يتاح لنا إلا وقت قصير لهذه المداخلات، فنرجو يعني مراعاة ذلك. بارك الله فيكم جميعا. بالنسبة لورقة الدكتور سراج الدين الأسرع، عنوانها ضوابط التجديد في أصول الفقه وأثره في مناهجه وملامح التجديد في الفقه والسياسة الشرعية. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الورقة المتواضعة أشارك بها في هذا المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان التجديد في الدراسات الإسلامية، مفهومه ومقاصده وضوابطه وتطبيقاته، وذلك تحت المحور الرابع الفقه الإسلامي وأصوله والسياسة الشرعية. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وينفع بها. قسم هذه الورقة إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول كان تحت عنوان مفهوم التجديد والإشكالية حول مصطلح التجديد، والمبحث الثاني حول ضوابط التجديد في أصول الفقه وأثره في مناهجها، والمبحث الثالث حول ملامح التجديد في الفقه والسياسة الشرعية. ويعني ننتقل إلى الخاتمة بشكل سريع بإذن الله عز وجل. قال في الخاتمة: تتلخص نتائج هذه الورقة فيما يلي: أولا، أنه يقصد بالتجديد في أصول الفقه التجديد في طريقة عرض هذا العلم كالنظر في طرق التيسير والتفصيل والتطبيق حتى يوافق كل عصر تحقيقا للهدف من وضعه. ثانيا، من أهم ضوابط التجديد معرفة الثوابت والتفريق بينها وبين متغيرات. ثالثا، من آثار التجديد في علم أصول الفقه تغيير طريقة تعليمه نحو ما يحقق استفادة الطلاب منه، مثل كونه نظما بتحويله متنا، أو كان متنا فيحول نظما، أو على هيئة قواعد مع مزج القواعد بالفروع الفقهية.
رابعاً من أوجه التجديد الفقهي ربط الفقه الإسلامي بالعلوم الأخرى والاجتهاد الجماعي في النوازل المستجدة وضبط قواعد الفتوى لدى المؤسسات المختلفة وتركيز البحث الفقهي على المستجدات والنوازل الحادثة وتقنين الفقه الإسلامي، اختصار الرسائل العلمية التي تم إعدادها في الفقه وأصوله والسياسة الشرعية اختصاراً غير مخل للاستفادة منها، حصر مسائل فرعية تجدد العمل فيها نتيجة احتكاك أهل مذهب فقهي بأهل مذهب آخر ودراسة هذه المسائل، خامساً من أوجه التجديد في السياسة الشرعية حصر المسائل الفقهية النادرة في المحاكم الشرعية المعاصرة وإعادة دراستها بين قضاة المحاكم والمجامع والهيئات الفقهية، حصر العقوبات التعزيرية التي يمكن إخلالها بما يتعدى نفعه المجرم نفسه، حصر المجالات التي يحتاج إلى التدخل الفقهي في تصرفات وقرارات تتخذ في المؤسسات الخاصة والعامة. والحمد لله رب العالمين. الآن نبدأ إن شاء الله بإذن الله بالمداخلات، بارك الله فيكم، ونبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الأصولي، وهو من كبار علماء العراق، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم السعدي، فليتفضل مشكورا. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وشكري الكبير لهيئة علماء المسلمين، وأنا واحد منهم، يعني راح يجيني الشكر جزء منه لي يعني. أي نعم. ويعني وللمنظمين والإخوة الأساتذة على المنصة جميعا، وبارك الله فيكم جميعا. لا تزعلوا مني شوية، وأرجو أن يعني لا يضيق صدر أستاذي الكبير الدكتور محمود سلطاوي على ما أقول. وحين أقول أستاذي، نعم لم أدرس عليه، ولكنه في يوم من الأيام حكم لأبحاثي للترقية للأستاذية من قطر، فجاءت التقارير، ومن بين التقارير أطلعت عليها جميعا، وأعرفت من هم الذين حكموا أبحاثي للأستاذية. كان من بينهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود سلطاوي، وفي الملاحظات والأخطاء كتب عبارة أحفظها إلى الآن وأنا محتفظ بها يعني بخط يده، قال: وهل لمثل هذا الباحث أن تسجل عليه أخطاء؟ هكذا، فهو أستاذي يعني. بصراحة أنا كتبت هنا عبارات حتى لا أتجاوز، قلت: كنت أتمنى ألا أسمع ما سمعت من أستاذنا السلطاوي مما يفيد إلى إلغاء النص. كلامه يعني إلغاء النص وعدم التفريق بين ما يحتمل الاجتهاد وما لا يحتمل الاجتهاد. ألفاظ العدد غير معللة ولا يمكن تعليلها. إذا نقول 80 جلدة مصير لا 79 ولا 81، ما تقبل الغلط. لما يقول 5 أوسق، هي 5 أوسق لا يزاد عليها ولا ينقص منها. ممكن نفسر الوسق، نعم، بالتفسير الحديث، وهذا نوع من التجديد، يعني نقابله بالكيلو أو بالغرام أو ما إلى ذلك. أما 5 أوسق، لماذا نجعل النصاب أقل أو أكثر؟ لا يجوز هذا. مثل حينما يقول ربع العشر، هنا حصل تناقض عند فضيلته. ربع العشر أيضا عدد ملحق بالعدد، وفتح المجال للاجتهاد فيه أو لم يوافق على الاجتهاد فيه، بينما رأى أن نجتهد بال5 أوسق. هذا تناقض. هذا يعني إذا كان العدد قابل، كان العدد قابلا للاجتهاد، فلنجتهد إذن بال5 صلوات
ونقول إنما شرعت خمس صلوات لظرف معين وكذا وكذا، ونعلل كما تريد عقولنا ونسويها، إما نزود عليها وننقص منها. تقبلون هذا؟ ما نقبله. أنا ما سمعته منه، وإن كان ليس لي الحق أن أتحدث لأن جئت متأخرا في أول المحاضرة، لكن ما سمعته منه هو ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي في يوم من الأيام. تصوراته كلها تصورات الشيخ يوسف القرضاوي، ولكن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي تراجع عن كثير منها ولم يبقى مصرا على كثير منها، يمكن بقت بعض الأشياء لم يتراجع عنها، ولكنه تراجع عن كثير منها. نحن لسنا ضد التجديد، ولكن هناك أمور لا تجدد، لا يمكن تجديدها. العقل لا يسمح له، لا يسمح له بأن يجددها. ومنها ألفاظ الأعداد، أنا ذكرت ألفاظ الأعداد لأنه من الناحية الأصولية هذه غير معللة ولا تقبل التعليل. لما يقول 80 جلدة، 80 جلدة ما تصير 79 أو 81، ما تقبل هذه الاجتهاد. لما يقول 5 أوسق، خلاص 5 هي 5، لكن تفسير الوسق ممكن أن نجتهد فيه ونقابله ونقابله بما يتناسب مع العصر في الكيلوات والغرامات. وبارك الله فيكم وأشكركم. جزاكم الله كل خير فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور الحكيم، وبارك الله فيكم. أنا سأتيح أيضا مداخلتين من المداخلات يعني التي أمامي، ثم نتيح المجال لأصحاب الفضيلة للرد على ما ورد من مداخلات. مداخلة الآن، المداخلة الثانية مع الدكتور إسماعيل السهيلي، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم عن التجديد في السياسة الشرعية. أعتقد أنه الوقت ملح جدا لتجسير الفجوة ما بين السياسة الشرعية والعلوم السياسية. نعلم أنه في النصف الأول من القرن الماضي عندما تم افتتاح الجامعات العربية تم ندب العلوم السياسية كما هي في الغرب بمناهجها التحليلية وبأدواتها ومفاهيمها، وأصبح الحال على ما هو إليه للآن. في المقابل لدينا أقسام السياسة الشرعية في كليات أخرى، فكأن المسلم يعيش بين أمرين، سياسة شرعية وعلوم سياسية. هذا انعكس على الممارسة السياسية لدى الباحثين في العلوم السياسية ولدى الممارسين السياسيين من الإسلاميين وغير الإسلاميين. أعتقد أنه حان الوقت لتجديد هذا الأمر بإدخال مفاهيم العلوم السياسية، تداول السلطة السياسية، انتهائها، سلطات الدولة، الدستور، النظم السياسية، الأحزاب، جماعات الضغط، ودراستها بمفهوم السياسة الإسلامية في إطار ضوابط التأصيل الشرعي. مع التنبيه على أن هنالك خلط كبير جدا يقع فيها البعض نتيجة لعدم مراعاة أصول السياسة الشرعية، فتعتبر المصلحة الشرعية هي المصلحة العامة، وهذا أمر خطير جدا. إذا ما لاحظنا في كثير من البرلمانات العربية تحديدا في بعض البلدان لا يفرقون بين مفهوم المصلحة العامة ومفهوم السياسة الشرعية أو مفهوم المصلحة الشرعية. مفهوم المصلحة العامة يتحدد وفق أمرين: المزاج الشعبي وتوازن القوى في البرلمان. ولذلك رأينا أن في كثير من الدول الغربية المزاج الشعبي في هذا الوقت مع مرحلة الشذوذ أو فترة الشذوذ، بينما في السياسة الشرعية لا يمكن للبرلمان ولو اجتمعت 100% من أعضاء البرلمان أن يحلوا أمراً بناءً على المزاج الشعبي. وعليه أرى أن المهمة ملحة جداً لضرورة تجسير الفجوة الكبيرة والهائلة ما بين العلوم السياسية والسياسة الشرعية. وشكراً لكم. جزاك الله خير دكتور إسماعيل السهيلي. أنا أضم صوتي إلى صوتك في هذا الباب. وهناك حاجة ماسة لعقد مؤتمر مستقل يعني حول هذا الباب، حول باب تجديد علم السياسة الشرعية أو مجال السياسة الشرعية بشكل خاص. ننتقل الآن إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمار الطالبي وهذه المداخلة الأخيرة، ثم نختم إن شاء الله يعني تعقيبات الأساتذة على هذه المداخلة. تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر الأخوة المحاضرين على ما بذلوا من جهد، وأضم صوتي إلى صوت شيخنا عبد الحكيم
لأن أستاذنا محمود السلطاوي أظن بسكون الراء ليس كذلك السلطاوي فإنه لم يتكلم لنا على أصول الفقه ولا على تجديد ولا على السياسة الشرعية وهما عنصران واردان في العنوان. ثم أضم صوتي إلى أستاذنا العدد دلالة قطعية إذا قال الثمن أو الربع في المواريث ليس له دلالة إلا ذلك، ليس دلالة ظنية، لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا معنى النص عند الأصوليين. ثم إني أشير فقط إلى بالنسبة لأستاذنا الذي تكلم عن النهضة الشيخ الثعالبي في كتابه الفكر السامي في تاريخ التشيع له اجتهادات مهمة وله فتاوى مخطوطة مهمة لكنها لم تنشر لأسباب سياسية، ولكنه عقل اجتهادي متميز في المذهب المالكي على الخصوص. كذلك وقعت محاولات في تقنين الفقه المالكي من قبل مستشرقين فرنسويين كانوا في كلية الحقوق في جامعة الجزائر في وقت الاحتلال، اعتمدوا على مختصر خليل لأنه هو المعتمد عند المالكية في القضاء وفي الفتوى، وترجموه مرتين إلى اللغة الفرنسوية ليتحكموا في المجتمع الجزائري، وقسموه إلى مواد حتى لا يقول القاضي من قوله كذا إلى قوله كذا، قسموه إلى مواد. وهذا أيضا كانت هناك مشروع موسوعة تقنينية للفقه المالكي ولكنها تعطلت لأن بعض الفقهاء المالكية آبوا بعض هذه الأشياء وقالوا مثلا لا يجوز جبر الابن لابنته، يجوز الجبر، وعارضوا ولذلك توقفت وذهب هذا في خبر. ثم أقول الفقه الإسلامي أصبح تاريخا كما قال الأستاذ مدير وزير الشؤون الدينية، النقد فقد التداول. الآن أين ما نتكلم عنه في الفقه في الواقع؟ ليس إلا الأحوال الشخصية تقريبا، وإن كان تبعد القانون المدني في القانون الوضعي ليس فيه أشياء كثيرة تختلف عن الفقه الإسلامي، ولكن أين هذا القانون المدني الذي وضع في الأردن؟ وأين هذا القانون الذي وضع في السودان؟ هل يطبق؟ أم ما زال تاريخ فقط التاريخ في الكتب؟ أما الواقع فشيء آخر إلى يومنا هذا يدرس ويبقى في الأوراق. ثم بالنسبة لأخينا الذي تكلم على تجديد الفقه أصول الفقه، هل يمكن اليوم أن تستفيد أو يستفيد علم أصول الفقه من اللسانيات التي تفرعت اليوم في العالم الغربي وحاول بعض العرب أن يقلدوا وأن يترجموا؟ هل يمكن الاستفادة؟ لأن الاجتهاد لأصول الفقه هو كلام على النص، يعني أمر لغوي بالدرجة الأولى، ولهذا فإن فقهاءنا بارك الله فيهم حددوا لنا مفاهيم كثيرة في الناحية اللغوية التي اعتمد عليها المجتهد، لأن الأصول هو منهج الاجتهاد عند المجتهدين كما قال صاحبنا الشريف التلمساني في كتابه مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول، وقد قارن بين مناهج المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وإن كان الحنابلة لم يذكرهم كثيرا. ولهذا فالنص يعتمد صاحب الاجتهاد على اللغة، لغة النص وتحديد مفاهيم كل كلمة، ما معنى النص، ما معنى ما هو مظنون، وأغلب الدلالات في القرآن والحديث ظنية والدلالات القطعية قليلة مثل العدد مثلا. ولهذا فأنا أقول وأسأل هل يمكن الاستفادة من أصول الفقه في هذا؟ ولهذا أقول
بأننا لا زلنا لم نجدد أي شيء في الأصول كما هي إلى يومنا هذا. أستاذنا قرب المقربي قرب الميكروفون فقط. كلام غير صحيح. الميكروفون. إذا بس إن شاء الله. جزاك الله خير كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور عمار طالبي، والآن مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمود السرطاوي فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لإخوة العلماء الأفاضل على تعقيبهم في هذا الموضوع. ما تفضلوا به، أنا لم ألغي النص رغم أن النص ليس قطعيا، يعني الحنفية لا يقولون بالخمسة أوسط، يقولون الزكاة تجب في القليل والكثير ولا يضعون خمسة أوسط. النص المتعلق بربع العشر الذي ربع العشر في زكاة التجارة والأموال أو العشر في زكاة الزروع هو نص قطعي، يعني عند جميع الفقهاء، لم أرى أحدا من أهل العلم خالف في ذلك على الإطلاق على الإطلاق. لكن مسألة الخمسة أوسق هي ليست مسألة بمعنى القطعية، خالف الفقهاء فيها. الحنفية يقولون تجب في القليل والكثير. أستاذنا اسمح لي، أنا سأجيب، أنا سأجيب سأجيب سأجيب، معلش، أنا لم ألغي النص أصلا، أنا تكلمت أن نفهم فحوى النص، مدلول النص ما هو اليوم. هذه ليست النص الوحيد اللي هي خمسة أوسق. عندي 200 درهم من فضة النصاب نص. الآن هل أعمل نصاب الزكاة، نصاب النقود 200 درهم من فضة وعشرين دينار من الذهب، وأقول إما 20 دينار من الذهب أو 200 درهم من فضة؟ وأنا في رأيي أن هذا كانت متساوية، وأنه لا معنى للتساوي على الإطلاق أن أقول تجب الزكاة إن بلغ المال عندك 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من فضة. أيضا أتكلم عن 100 من الإبل، كانت 100 من الإبل هي أموالهم، 200 من البقر هي أموالهم، قدرت بأموالهم في ذلك الزمان، 1000 رأس من الغنم قدرت بأموالهم، 200 حلة 200 ثوب قدرت بأموالهم، وهكذا. هل عندئذ أبقى وأقول الدية هي 200 ثوب؟ 200 ثوب؟ أنا لا أريد أن ألغي النص، لازلت أقول خلي خمسة أوسق، ولكن من كل ما يزرعون اختلف العرف، العرف اختلف. كانوا يزرعون لأنه شأن الفلاح أنه كان يزرع القمح ويزرع الشعير ويزرع ومن التمر، يأخذ أيضا خمسة أوسق من التمر ومن كل هذا، فعندئذ تكون الكفاية. حتى نفهم ضوابط التشريع مع أو جزئيات التشريع مع مبادئه الكلية الأساسية، لأنه لا زكاة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا زكاة إلا إذا كانت هناك الحاجات الأساسية عندئذ متوفرة، الأمور الأساسية، وهذا شرط أساسي عند الحنفية وكل الفقهاء يقولون بهذا، إنه لابد من أن تكون يعني الحاجات الأصلية والأساسية، عندئذ هذه لا زكاة فيها. إذن أنا أريد أن أخرج له الحاجات الأساسية والأمور الأساسية. أنا أدور حول فهم النص وليس ولا ألغي النص بحال من الأحوال، رغم أن النص هنا ظني بدليل أن بعض الفقهاء قالوا به وبعض الفقهاء لم يقولوا به، وهذا أنا أكدت في جوانب متعددة، فهم الجزئي في ضوء الكلي، فهم المبادئ الجزئيات في ضوء المبادئ الكلية للتشريع، التشريع عدل كله ومساواة كلها. وأشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه إذا لم نحقق العدالة بين القطاعات الاقتصادية، معنى ذلك أن الاقتصاد الزراعي والاقتصاد المتعلق بالحيوان وإلى آخره، وهي العماد الأساسي في غذاء الأمة الأساسي، عندئذ سنقول لهم اخرجوا من هذه الأراضي ومن إلى آخره، وابنوا بيعوا في أراضيكم واعملوا عمارات. أنا أريد أن أذهب إلى مفهوم النص ودلالة النص، وليس يعني ألغي النص على الإطلاق. أنا أقدر، لا مانع عندي من أن أقول
أقدره بما كان موجودا من سائر الطعام في ذلك الزمان، 5 أوسق من القمح، 5 أوسق من التمر، 5 أوسق من الشعير، 5. إلا إذا رجعنا وقلنا إن صدقة الفطر ينبغي أن تكون بالطعام ولا يجوز أن ندفعها بالنقود. يعني هي القضية هكذا، زي المسألة الجدلية التي تثار إنه صدقة الفطر بصير إنها تكون يا أخي بالنقود. طيب أنا ما قاعد بجيب شيء جديد، أنا قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع من القمح، أنا باجي أو بالصاع من الطعام، أنا بقدر الصاع من الطعام بالفلوس فقط. وأنا لم أقول لك ابتداء. جزاكم الله كل خير فضيلة الأستاذ. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير ونفع الله بكم جميعا وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.